بالخير يا مساك الله بالخير ابو طلال. شلونك يا غالي؟ طول لي عمرك يا الله عليك، حياك الله. يعطيك العافيه ومشكور على هالقهوه الحلوه هذه. طول لي عمرك. احنا يعني دورنا نشكر صاحب المكان وصاحب القهوه، هم يعني رور كافيه. نعم. متواجدين وموجودين هنا محلهم في اولمبيا، مجمع اولمبيا بالسالميه، يعطيهم الف عافيه. يستاهلون. اتاحتهم لنا. نعم. لفرصتنا في ان احنا نتحاور حوار الثقافي الشباب. ابو ناصر قبل فتره التقيت في يعني مجموعه من الشباب في الجامعه، فيتكلمون عن مشاكل اللي هو شلون يقدر يوثق بين قضيه الدراسه، واذا كان يبي يالف له كتاب. كتوفيق يعني بين هذا وبين هذا. بين هذا وبين هذا. نعم. يقول لان الجانب الدراسي ماخذ جل اهتمامه وجل وقته، فشلون يقدر يبلش في الجانب الاخر؟ نقدر نقول عنه جانب اكاديمي، جانب ثقافي، لكن وده يسوي له بحث، كتاب. والله يعني انا استغرب، يعني الشباب المفروض هو اوج العطاء، اوج الحماس. يعني احنا عندنا ضيف، تخيل عنده من المؤلفات عدد قارب الى 30 مؤلف، سته منهم وقت الدراسه. وقت الدراسه سته، ست كتب الفها وقت الدراسه، في تخصصه وفي غير تخصصه، غير نشاطه الصحفي، غير مؤلفاته، غير انا اتوقع ان الواحد يقدر يعطي، يقدر يالف. يعني مؤلفنا الاستاذ خالد طعمه عنده مؤلفات غزيره جدا وعدد كبير من المؤلفات، حتى من ضمنها يتكلم عن المكان الكويت، ارض الكويت كارض مكاني من عهد بدايه الخلق حتى 2011، من مر على هذه المنطقه من الاقوام ومن التاريخ ومن كذا، المسميات تطابق بعض المسميات القديمه وهكذا. يعني همه عاليه. يعني انت شوقتنا صراحه على هالمعلومات، وشلون ان احنا يعني نقدر ناخذ من الضيف فكره شلون يعني وثق وعرف شلون يعني يقسم وقته بين الدراسه وبين تاليف الكتب. اذا مشاهدينا الكرام، خلكم معنا بعد هذا الفاصل ومع ضيفنا الكريم. اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين، ومرحبا بكم مع فقرتكم مؤلف وكاتب. ومؤلفنا اليوم هو الاستاذ خالد طعمه، وهو كاتب ايضا يعني في القانون، وكتب ايضا في التاريخ، وعنده عديد من المؤلفات تعدت العشرين مؤلف. فمرحبا بك يا استاذنا. اهلا وسهلا فيكم. مرحبا. وهذه الساعه المباركه نكون ضيوف في برنامجكم. الله يحييك. مؤلفاتك كم عددها؟ انا 27. 27 كتاب ما شاء الله تبارك الله. الله يسلمك. انت ألفت من ايام الجامعه؟ اي نعم، اول ست كتب قمت بتاليفها كانت اثناء دراستي الجامعيه، فتقريبا يعني كان اول كتاب لي اسمه كل ما يتعلق بالمادتين 191 192 جزاء كويتي، كان مخصص بشرح هاتين المادتين كمقارنه بينهم بين الشريعه الاسلاميه الغراء. بعد ذلك ألفت كتاب كلمات قالها قلمي، مجموعه من مقالات كنت كاتبها في الصحف الجامعيه او الصحف الطلابيه معنى ادق. بعد ذلك قلت وقالوا، وهو كتاب من مجموع مقابلات صحفية وتحقيقات كنت عاملها أثناء الدراسة الجامعية أيضا. من ثم كتابي الرابع اسمه تاريخ الصحافة الطلابية الكويتية من عام 1946 إلى عام 2004. بعد ذلك المحاكم الجنائية الدولية بين الأمس واليوم، ثم تلاه الكتاب السادس أثناء دراستي الجامعية القانون الجنائي الدولي، وهذا الكتاب طبعا ألف على على ثلاثة طبعات وتخطت حدود دولة الكويت، بل أنها وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى عدد من الدول العربية. واستعين به. إيه نعم، كتاب السادس. وهذا أنت كنت طالب. كنت طالب في الجامعة. ما تحس إنه يعني مغامرة إنك طالب قاعد تألف ست كتب وأنت لازلت قاعد تتعلم في القانون أو طالب في القانون ودخلت في التخصص
بكل تأكيد هي مغامرة وتحدي بنفس الوقت. نعم. يعني بالذات إذا كتابي الأول لاحظت بأني عندما حضرت إحدى الندوات اللي أقيمت في الجامعة في تلك الفترة بأن هنالك مغالطة بين أساتذة كلية الشريعة وبين أساتذة كلية الحقوق مثلا ممثلين بتخصص القانون، فحاولت أن أزيل هذا اللبس عن طريق هذا الكتاب، فحتى أنني حاولت أن أشارك في هذه الجزئيات وأن أذكر لهم بهذه التفاصيل، ولكن قالوا لماذا لا تعد لها دراسة أو بحث توثق في هذا الرأي. وبالفعل منهجيتك في الكتابة هي يعني إيش منهجيتك في الكتابة؟ هل هي جمع لا ولا منهجية يعني ماشي على منهجية علمية معينة؟ منهجيتي في كتب القانون وفي كتب التاريخ نوعا ما هنالك تشابه فيما بينهم. طبعا أختار الموضوع الذي أود أن أكتب فيه وأوثقه، ومن ثم أحاول أن أكتب العناصر التي أريد أن أتناولها في هذا الكتاب، بعد ذلك أحاول أن أجمع المراجع المتعلقة في هذا الكتاب، وبعد ذلك أحاول أن أذكر الآراء المختلفة في هذه الكتب، ومن ثم أعلق عليها من وجهة نظري أنا، ليس فقط مجرد إعداد أو جمع بأن أضع ما قاله المؤلفون ومن ثم أكمل كلامهم مجرد جمع إعداد، لا، بل هو تأليف ومناقشة وطرح هذه الفكرة وذكر صالحها من طالحها، بأن مثلا هذا الرأي لا يتفق مع المعاني الموجودة في مبادئ القانونية أو في مبادئ الشريعة الإسلامية القراء، وبعد ذلك أذكر رأيي فيها. يعني هل هناك من الناس مثلا يقولك واحد أنا قاعد ألف في البداية، هل هناك من الناس من ترجع لهم تنقيح؟ عندك مراحل مثلا تنقيح قراءة أهل الخبرة أهل الدراية حتى يكون في توجيه؟ نعم، أدقق أكثر شيء في الجانب اللغوي والجانب النحوي، من ناحية أني أستعين في المدققين النحويين واللغويين، لأن كذا مرة عندما أراجع الكتاب لا أجد فيه أخطاء، فعندما أذهب به إلى المدققين اللغويين وأحرص على أن يكون هنالك مدققين بعد الفراغ من الكتاب، حتى لا سمح الله تغفل مني جزئية وتغفل من المدقق الأول جزئية، بعد ذلك قد لا تغفل من المدقق الثاني. جميل، هذا من ناحية اللغة. من ناحية اللغة وعلميا، لكن علميا لا، لأن غالبية الكتب التي طرحتها وتناولت مواضيعها هي مواضيع جديدة على الساحة لم يكتب بها من قبل. جميل. ولكن قد تكون العناصر المكونة لهذا الكتاب تم تناولها بشكل عام أو بشكل نوعا ما ضمني غير مباشر. جميل. وبالتالي أقوم بأن أستقي هذه الآراء وهذه الأفكار التي وجدت في هذه الكتب والمؤلفات، بعد جميل. ذلك أقوم بمقارنتها. يعني إحنا أخذنا يعني بداية جميلة في مشوارك الجميل. أنا بدي صراحة ندخل لهذه الفقرة الآن. أنا بذكر لك بعض الأسماء، وحتى شايف عندنا قهوة خفيفة، يعني ما يصير أنت بجيتنا ولا قهوة هناك، فنقهوك على الأقل قهوة ثقافية يعني. فعندنا قهوة خفيفة وعندنا وسط وعندنا المرة أو الثقيلة. طبعا انا دائما افضل المره، يعني هذا مزاجك دائما. اي دائما مزاجي انا، دائما مدمن على القهوه العربيه وعلى القهوه التركيه. اي دائما تكون مره من غير سكر اذا كانت تركيه، والعربيه يعني اقلل من المكونات الاخرى وتكون فقط مركزه. خلينا ناخذ قهوتك الثقافيه. اي نعم، يعني انا راح اطرح لك بعض القضايا وانت رقمها برقم بعدين نبدا نتحاور فيها. اذا الحركه الثقافيه في الكويت كم تعطيها؟ قهوة وسط. وسط. عندك الوحدة الوطنية، بما أنك أنت ألفت كتاب عن الوحدة الوطنية، كم تعطيها؟ طبعا الوحدة الوطنية الكويتية أعطيها أقوى شيء، يعني لأن الأحداث الأخيرة التي مرت وعصفت فينا بالكويت. جميل. يعني نعم. بأخذ من مؤلفاتك. نعم. من ناحية مؤلفاتك إيش المحتوى؟ يعني كم تعطي المحتوى؟ هل واحد اثنين ثلاثة؟ قد لا أجيد تقييم نفسي، ولكن شعورك يعني؟ ولله الحمد شعوري بأني قد بذلت الجهد الذي أكون أنا راض عنه. وبالتالي فأني أعطيها مرة لكون أني يعني أرى بذلك، ولكن ليس أعطها رقم وخلنا ندردش عنها بعدين. يعني إيش رأيك؟ كم تعطيها؟ ثلاثة. ثلاثة. ردود أفعال الناس كم؟ بعض المؤلفات رقم واحد، بعض المؤلفات رقم اثنين، بعض المؤلفات رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. إيه، تنوعت على توزيعة مواضيع الكتب. زين، هذه مهمة جدا. أنا بوقف معك. طيب، كتبك عند الشباب كم تعطيها؟ وسط. وسط. وسط، لأن غالبيتها طبعا نفصل في زين. عرفت منهجيتنا
الحركة الثقافية أنت أعطيتها كم؟ رقم 2. 2. طيب يعني إحنا كنا 1 صرنا 2. لا واحد يعني أقصد كبداية السلم بعدين قاعد نصعد 2-3. لا كنا الحركة الثقافية في الكويت كانت في الأوج وكانت متألقة. تراجعت. ولكنها نوعا ما في السنوات الأخيرة أخذت تتراجع إلى المرتبة الوسط. لا أعطيها المرتبة خفيفة حتى لا أبخس حقها، بالعكس هناك اجتهادات، ولكن هذه الاجتهادات تحتاج إلى تنظيم. لماذا قلت وسط؟ لأنها تحتاج إلى تنظيم وتحتاج إلى اهتمام. للأسف الاهتمام يكون مركز على بعض النواحي في الحركة الثقافية، ليس جميع أنواع الثقافات. وأنت كتبت وأنت شاب لازلت وكتبت منذ يعني بداية شو تقول للشباب اللي قاعد يألفون الآن توجيها ودفعا وأيضا إذا كان عندك نقاط مهمة يحذرون منها؟ أنصحهم بالتأني وعدم الاستعجال في طرح أفكارهم ووضعها في قالب الكتاب، ومراجعة أهل الخبرة من سبقوهم في التأليف، بأن يقومون بالرجوع إليهم وأخذ فكرة عن خبراتهم، لا أن على سبيل المثال لا أن فقط يكتفون مثلا في جزئية المراجعات. ما مراجعات طبعا لكل حالة كتاب لها يعني أوضاعها ولها ظروفها الخاصة بها. جميل. ولكن أنصحهم بالتأني وعدم الاستعجال، لأن العجلة سبحان الله يعني قد يكون هناك موضوع كتاب قيم وقوي ويعني مبهج ونوعا ما تستطيع أن تثني عليه، ولكن الاستعجال قد يقتل قيمة هذا الكتاب للأسف. يعني أهم جزئية دائما هي المراجعة اللغوية دائما. يعني أنا في بداياتي وقعت في هذه المحاذير، يعني لا امتدح بنفسي كثيرا، لا انا بعض الكتب تعلمت منها بشكل سريع يعني على طول. نعم تداركتها ولله الحمد، واعدت طباعه بعض الكتب لاني وجدت بان هنالك بعض الجزئيات غفلت عنها طبعا. طيب انت تدعو للشباب ان يصير عنده مراجعه علميه، وحينما سالناك عن المراجعه العلميه قلت انا لم اقل مراجعه علميه، عفوا انا توقعت ان تسالني هذا السؤال. قلت بان مراجعه كمن ناحية تأليف الكتاب، إجراءات تأليفه، ظروف هذا الكتاب، لم أقل المراجعة العلمية. طيب يعني إلا إذا كان كتاب يتطلب. جميل أنه يأخذ يعني توجه يعني وجهه أحد المؤلفين الكبار. أنت الآن تعثرت وتعلمت ولذلك تكلمت. فلما يسألك أنت تختصر عليه كثير من يعني المسائل، صح؟ صح. لذلك أنا أو غيري يعني من ناس أكثر مني خبرة في هذا المجال. نعم. لأن هنا يعني الكويت تزخر ومليئة بالكفاءات الثقافية. الوحدة الوطنية أعطيتها رقم 3. أي نعم. يعني في عام تقريبا 2011 حرصت على أن أوثق موضوع أو مفهوم الوحدة الوطنية الكويتية. لم يكن هنالك تعريف. شنو كان كتابك؟ كتابي كان عبارة عن نوعا اسم الوحدة الوطنية الكويتية. جميل. كان عبارة عن جمع بين عدة مفاهيم وعدة أفكار ومبادئ منطلقة من أفكار ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء والقانون الكويتي، وكذلك المواقف والعبر التاريخية في تاريخ الكويت وكذلك في التاريخ الإسلامي. والسؤال هو كيف كانت الآلية بأن أستعرض مفهوم الوحدة الوطنية الكويتية وأضع لها تعريفا بأنها مجموعة القيم ومجموعة الأفكار ومجموعة الصور التي تمثلت في تاريخ الكويت الطويل منذ نشأة دولة الكويت ككيان وكدولة، وبعد ذلك ظهرت هذه العبر وهذه الملاحم وشكلت مدرسة أو نستطيع أن نقول جامعة في ترسيخ وزرع معاني وقيم الوحدة الوطنية الكويتية. وأنت ترى أنها الوحدة يعني قوية ومتماسكة ويعني ليست يعني هذا شعور ولا بالأدلة؟ بالأدلة والبراهين. يعني لو استعرضنا تاريخ الكويت منذ نشأتها متمثلة في المعارك الحربية القديمة في تاريخ الكويت، سوف تشاهد وتلاحظ مختلف مكونات المجتمع الكويتي قد شاركت في هذه المعارك وشاركت بطريقة ملحمية بطولية أنكرت فيها الذات ويعني طرحت فيها أي يعني بعضهم من ترك أسرته بسبيل أن يستقر هذا الوطن وأن لا يعني تقف أمامه أي عوائق وأي تحديات. طبعا أيضا يعني الوحدة التي تجلت في أيام الغزو بكل تأكيد أيام الغزو الغاشم
اي نعم و في المعارك القديمه وفي الحوادث اللي مرت عليها البلاد دائما يثبت يعني الكويتيون انهم يعني في متلاحمون ومتماسكون ومختلف مشاربهم الفكريه ومختلف مكونات هذا المجتمع. جميل. أن ناخذ المحتوى بس بشكل سريع. طبعا المحتوى استعرضت التعريف انت وعناصر هذا التعريف. محتوى احنا اخذنا رقم على محتوى كتبك. انتقلنا الى نقطة ثانية. طبعا كتاب الوحدة الوطنية الكويتية اعطيه تصنيف انه مرة لانه طبعا ثقيل يعني. ما ودي اعطيها وصف مرة بالعكس يعني هي لا احنا شعور جميل. خلنا نقول انها ثقيلة. البن فيها متماسكة وقوية. قوية يعني. قوية باذن الله. ومركزة يعني. مركزة بل اني حرصت على أن هذا الكتاب بالذات ألا أعرضه للبيع. طبعت منه أكثر من 1000 نسخة وقمت بتوزيعها إلى بيت الكويت الأعمال الوطنية وجعلته متوفرا للجمهور حتى يتم يعني حتى هذه المبادئ والأفكار يتعلمها الجيل الجديد. يعني تعرف أن في بيت الكويت الأعمال الوطنية هناك عدة زوار يحضرون إلى هذا البيت مختلف المراحل السنية والعمرية، فعندما يقرأها الكبير والصغير يستحضر عبر ومواقف جميل. الشعب الكويتي على مر المراحل التاريخية المختلفة. كذلك يعني من بعيدا عن ناحية التأليف حرص على القيام بتأسيس جمعية الإخاء الوطني. اعتبر أنا أحد مؤسسينها وأعضاء مجلس إدارتها أيضا. نأخذ مثل هذا الحديث ونأخذ الردود الأفعال اللي تكلمت عنها عن كتابك اللي أعطيته 1 2 3 وأول ضيف يعطي هذه درجة. ولكن بعد هذا الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل ونتابع معكم. اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين. عدنا والعود احمد، نعود واياكم مع استاذنا الكاتب والباحث خالد طعمه. حياك الله. الله يحييك استاذ. يعني حديث شيق عن مؤلفاتك وتجربه كبيره، يمكن احنا قاعد ناخذ دقائق في هذا، ولكن يعني يكفي يعني من القلاده ما احاط بالعنق كما يقال. يعني كتبك ذكرت أن بعضها كان فيها ردود أفعال تعطيها شيء خفيف، بعضها وسط وبعضها لا والله ردود أفعال ثقيلة. خلنا نأخذ الخفيف. شلون يعني ردت يعني ردود الأفعال الخفيفة أو البسيطة على نفسيتك أنت ككاتب؟ يعني طبعا لا أحرص، أنا أمانة لا أحرص على ردود أفعال كتبي. يعني أمانة يستحضرني موضوع معين أحرص كل الحرص على أن أوثقه وأقوم بتأليفه، استغرق وقتا معينا وجهدا معينا، وهذا الجهد يكون متعب ومضني وشاق، ولكن لا ابحث عن ردود الافعال امانه. ولكن ردود الافعال خفيفه لماذا صنفتها بالرقم 1؟ لان ماده الكتاب المحتوى العلمي للكتاب لا يشكل اهتماما للراي العام، لا يشكل اهتماما لفئه الشباب كذلك. ممكن تذكر يعني بعض الكتب اللي كان ردود افعال يعني في حرج؟ اي نعم. لا ما من حرج بالعكس، يعني في كتاب اللي هو مثلا كتابي الاخير الخالص في تاريخ ارض الكويت السالف، لاحظت بان هو احدث كتبي، لاحظت بان ردود افعال جدا خفيفه، لان الماده العلميه على الرغم من انه كان كتابا متعبا ومضنيا في تاليفه استغرق اكثر من عامين، لا تشكل ماده الكتاب اهتماما بعموم الباحثين. جميل. ولكن بفريق قليل، يعني المختصون في الكويت في علم الآثار يعدون على الأصابع اليد، فبالتالي لا أستطيع أن يعني لا أستطيع أن أكذب على المشاهد أو مع حضرتك. جميل. بأن أعطيها حتى أنا والله يعني نأخذ حتى الكتاب نعطيه حقه. نأخذ بشكل سريع رقم 2 من كتبك ردود أفعال 2، شنو هي كانت ردود أفعال 2؟ كتاب الصحافة الطلابية الكويتية ألفته هذا بعد التخرج، طبعا كان في واحد قبل تاريخ الصحافة الطلابية الكويتية، ولكن هذا كان فنيا أكثر، ويعني لا يشكل يعني الاهتمام، لا اهتمام خفيف ولا اهتمام قوي، لأنه متعلق في جزئية فنية. جميل. ضيقة. رقم 3 أكثر كتبك يعني صار فيها ردود أفعال، تاريخ الكويت الكبير، صفحات. نعم. من صليبخات، كتاب الوحدة الوطنية الكويتية، كتاب الحقيقة،
نوعا ما كتاب هو فكري، كتاب الحرية، هذه كانت ردة أفعالها قوية. قوية. إيه نعم. كتاب تاريخ الكويت الكبير، أنت كتبت عن الأرض، أرض الكويت تاريخها من بداية الخلق حتى 2011 هو سنة تأليف الكتاب. سنة تأليف. وعندك الكتاب، كتاب الخالص في تاريخ الكويت، وهذا اللي ما يعني ودنا نوقف معاه شوية. إيه نعم. تكلمت أيضا عن أرض الكويت من بداية الخلق حتى العصر الجاهلي. إيه نعم. طيب شنو قلت فيه؟ استعرضت المواضع والأمكنة على أرض الكويت في تلك الفترات، وكذلك الحضارات القديمة اللي مرت في منطقة الكويت، يعني مرت في أرض الكويت. أي نعم. وكذلك المسميات القديمة، يعني لاحظت بأن هنالك أربع مسميات رئيسية لأرض الكويت بشكل عام، يعني هنالك مسميات أكثر من 20 مسمى على مواضع متفرقة بأرض الكويت، ولكن هنالك مسميات عامة وشاملة لأرض الكويت، مثل الجرهاء، الجرهاء أو الجهراء. ايه؟ طبعا الجهراء خلاص في كتابه، ذكر إحدى مدن في المعاجم، والاسم هذا موجود، موجود في لسان العرب، وموجود في الكثير من كتب التاريخ وكتب الجغرافيا العربية القديمة، وكذلك الكتب الكلاسيكية. جميل. التي ألفها هيرودوت. ورأيت أنها هي الجهراء الموجودة حاليا. نعم، تتطابق مع الوصف الجغرافي، وكذلك هناك أبيات لا تحضرني من الشعر الجاهلي بأن يعني تتطابق في وصفها بأن ذكرت وارة وذكرت القرين وذكرت المناطق المحيطة وقربها من كاظمة، فذكرت الأسماء هي الأربعة هذه اللي ذكرتها الآن. طبعا وارا الأسماء وارة طبعا هو تل المرتفع هذا اللي هو اليوم نقول تل وارة، موضع صغير ليس موضعا عاما للكويت، ولكن مواضع العامة الجهراء والكويت والقرين وكاظمة. طبعا مسمى كاظمة طبعا خلص في كتابي مسمى كاظمة، وكذلك مسمى تيماء هما أحد أبناء سيدنا إسماعيل عليه السلام، وتعرضت هذه الأسماء إلى عمليات التصحيح وإلى التقريب بينها وبين اللغات السريانية واللغة العربية ومراحل تطور هذه الأسامي. فاسم كاظمة أو اسم قدمة أحد أبناء سيدنا إسماعيل عليه السلام يعني شملت فيه أرض الكويت بشكل عام، بل أنها ألحقت فيما بعد في مرحلة طبعا مرحلة الجاهلية وفي مرحلة الدولة الإسلامية أو الحضارة الإسلامية إن صح التعبير، بأن أصبحت تابعة إلى ولاية أو إقليم البحرين طبعا في توزيع الولايات والعاملين في تلك. طبعا مسمى القرين كان موجودا في كذلك في العصر الجاهلي، موضوع خشباء القرين، وهو قريب من الجرعاء أو الجهراء. وقلت بأن هنالك مملكة تدعى الجرهاء في لسان الغير عربي وتسمى الجرعاء في اللسان العربي، والجهراء مدينة الجهراء تعتبر إحدى مدينها، بل أن الوصف اللغوي لهذه المواضع كلها تقريبا متشابهة. جميل. الكويت طبعا مرحلة ما قبل الميلاد وأقدم من هذه المراحل، طبعا هي كلها مراحل ما قبل الميلاد، ولكنها إلى مرحلة مبكرة ويعني قديمة جدا كتاريخ مكاني وكوجود مكاني وبعض المسميات القديمة اللي أثبتها أنها موجودة وتطابقت مع مستكشفات آثارية تدلل على وجود هذه الحضارات. جميل. كان عندك يعني تحولات، يعني انت من القانون اتجهت للتاريخ، تأليف التاريخ، بعدين انت كنت محلل سياسي، وبعدين تركته واتجهت ايضا الى التأليف وتركته، يعني سبب هذه التحولات؟ طبعا هذه التحولات في البداية موضوع القانون اللي هو تخصصي ودراستي الجامعية، لاحظت بأني استنفذت ووصلت إلى أقصى حد. دائما هدفي في كتب القانون بأن أقارن بين الشريعة الإسلامية القراء وبين القانون، وأن هنالك يعني لا يوجد هنالك علاقة غرابة أو عدم معرفة بين العمودين. طيب تشبعت في هذا المجال. نعم، فشعرت بأنني وصلت إلى أقصى حد في ليش اخترت التاريخ؟ فاخترت التاريخ لأني وجدت بأن وخصوصا تاريخ الكويت وجدت بأنه يعاني من عدم فهم ويعاني من عدم الاهتمام. يعني على سبيل المثال للحصر هنالك عدة مؤلفات قيمة، ولكن يتم التعامل معها بعدم نوعا ما نقول بعدم يعني تركيز أكثر على مصطلحات والأسامي الأسماء التي تذكر أو المراحل التاريخية التي تذكر فيها، لأن هنالك ارتباط في كتاب هذا على سبيل المثال كتاب الأخير الخاص في تاريخ أرض الكويت السالف، بأن هنالك ربط، لابد بأن يكون هنالك ربط بين علم التاريخ وعلم الآثار. أي نعم، علم الآثار علم يعني نوعا ما أحدث من علم التاريخ، ولكن لابد من المزاوجة بينهما والوصول إلى نتائج توصلنا إلى معرفة
الأقوام التي عاشت، الأحداث التي مرت عليها أرض الكويت. جميل. أنت عضو في الـ نعم في عضوياتك الرابطة الأدباء وأيضا في الجمعية التاريخية الكويتية وفي نقابة القانونيين في كثير من جمعيات النفع العام ولله الحمد. لديك فيها عضويات. تتقبل النقد؟ أتقبل النقد الإيجابي طبعا، وأكيد نقدكم راح يكون إيجابي وراح يكون يعني في صلب الموضوع يعني ما راح يكون زين. عندك ثلاث فناجيل وسط وخفيف. طبعا انا دائما افضل المره. اخترت المره. اي نعم. وغيرها تاخذ الوسط ولا الخفيف؟ والله ما احف يعني امانه يعني لما افكر بالقهوه لا افكر بالخفيفه ولا الوسط، دائما افكر بالقهوه المره. يعني إيه نعم. لا لا نبيك تاخذ فنجانين احنا. الوسط. الوسط. إيه ولا اني امر على الخفيف، الخفيف ما تحب الخفيف؟ لا ما احب الخفيف. زين. خلنا ناخذ الوسط حنا ان شاء الله. الوسط تقول غزارة التأليف عند خالد طعمة خلت المحتوى أضعف. هل هذا صحيح؟ لا بالعكس غير صحيح، لأني أمانة في كل كتاب أستحضر فيه يعني أضع لدي خطوط حمراء. أمانة في كل عمل أكون قدر الإمكان أستحضر نية الإخلاص وأبذل الإخلاص في عملي ولله الحمد. لا أريد أمانة يعني لا أريد أن أمتدح ذاتي، ولكن هذه الأمور التي حرصت عليها، بل أني عرضت كتبي بعد ما أقوم بكتابتها على بعض الأخوة الذين أثق في آرائهم، طبعا ليس من أهل العلم، ولكن عندي بعض الأشخاص يعني نوعا ما أقدر أقول لكم أن لديهم إحساس بمادة مثلا بحضور هذه المادة المعينة دون غيرها، فأحرص على أن أقول ما رأيك في هذه الجزئية، يعني تستشير وتستخير و... نعم. وتحط لنفسك قواعد وتبدأ. أعتبرهم مستشاري بالنسبة لي، لكن جميل. ربما البعض لا يعتبرهم مستشاري. خلنا نأخذ لأن الوقت بدأ يداهمنا نأخذ نختم بالفنجان الثقيل ونقول لك خالد طعمة دخل في غير فنه. اي نعم. هل هذا صحيح؟ والله أعتقد أن هذه الجزئية تقال في جزئية التاريخ. نعم أنا أقصد التاريخ. نعم طبعاً. في التاريخ طبعاً. نعم. في التاريخ أي نعم، ليس تخصص التاريخ، ولكن لو قلبنا صفحات التاريخ أو كتب تاريخ الكويت سوف نجد بأن لا نجد إلا اثنين أو ثلاثة هم الذين تخصصوا في علم التاريخ، ولكن البقية شيوخ دين. نعم. إعلاميين، صحفيين، يعني مختلف هذا، فأنا لا أختلف عنهم في هذا الأمر، بل أنني أجد بأنه واجب. جميل. وطني علي بأن أكتب في تاريخ أنا الوطن. يا سيدي إنه. وصلت معك إلى نهاية هذا اللقاء الشيق الجميل، واستمتعنا ولم نشرب إلا القهوة وراح نعطيك القهوة الأساسية إن شاء الله. إن شاء الله. حياك الله. الله يحييك. سعدنا بهذا اللقاء، وأنتم أعزائنا المشاهدين سعدنا بهذا اللقاء، وإلى الفقرة القادمة. اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين ومرحبا، واخذنا في هذه الفقره من صندوق الكتب كتابنا لهذا اليوم، كتاب مميز عقل جديد كامل، وهذا الكتاب لدانيال اتش يقع في 174 صفحه تقريبا. الحديث عن الابداع والمبدعين، هذا الامر الذي دائما يشغل الناس، الابداع والمبدعين، كما يقول بيكاسيو الابداع هو ان تنظر للشيء المألوف بنظره غير مألوفه، لكن دانيال له نظرة أخرى، يرى أن الإنسان إذا طور ست حواس موجودة عنده سيتطور ويضع ويتقدم في عصرنا الحالي. وأيضا لديه أمر في الصفحة 49 يقول أن القرون التي مضت مثل القرن 18 كان هذا قرن الفلاحين، عصر الزراعة، وبعد ذلك أتى عصر القرن 19 هو عصر الصناعة وعصر العمال، ثم القرن 20 المنصرم وهو قرن المعلومات والعاملون بالمعرفة، أما عصرنا هذا فهو عصر الإبداع والمبدعين. دانيال في كتابه عقل جديد يضع النقاط على الحروف لكل من أراد أن يتميز وأن ينطلق في عصرنا الحالي، كتاب قيم، اقرأه.
بارك الله فيك. أعزائي المشاهدين، ووصلنا إلى فقرة الفاتورة. فاترتنا اليوم ومعلوماتنا اليوم هي عن أطول حكم وأقصر حكم. أما أطول حكم فهو كان للفرعون 94 سنة، وتوج وكان عمره 9 سنوات، وجلس حاكم يعني مدة 94 سنة. أما أقصر حكم فكانت هي للملك البرتغالي لويس فيليب، الذي جرح بعدما توج ونزف ومات بعد حكمه بثلث ساعة، يعني ما تمت فرحة ما تمت. هذه كانت فقرتنا لهذا اليوم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في حلقات مقبلة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.